رسالة مصورة ومؤثرة وجهتها الطفلة غلاء الخالدي سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الإعاقة بالعالم، تحدثت فيها عن مشكلة تواجهها كمتحدية للإعاقة تتعلق بالتزامها الانتقال من كرسيها المتحرك بدافع التفتيش. نتابع الفيديو. أنا الحين المطار الجام، وكل مرة أجي المطار أنا لازم يصير معي مشكلة بالتفتيش، ولازم أنقل من مكان كرسي لكرسي إلى متى؟ وصلنا كرسي المطار خلاص، وإلى متى؟ وإذا قلنا شيء قالوا معكم في السعودية ما لها دخل، ويقول إن هيئة الطيران ما لها دخل، طب من اللي لها دخل؟ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي تفاعل مع رسالة غلا ورد عليها في تغريدة أكد خلالها أن الرسالة وصلت، معتذرا عن ما واجهته بل ومشيرا إلى أن مطارات السعودية بحاجة لأن تكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال في التغريدة أنه سيعمل على تحقيق ذلك بإذن الله. لتفاصيل أكثر ننتقل إلى الرياض، حيث تنضم إلينا من هناك سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الإعاقة غلا الخالدي. أهلا فيك معنا يا غلا، نورتنا اليوم. مين اللي زعلك يا غلا؟ اللي زعلني أنا زعلت علشان انه كانوا يبغون انتقل من مكان لمكان، وهذا يعني صعب لانه اني اغير كرسي الى كرسي المطار، لانه كرسي المطار غير مهيئ إلى حالتي الصحية، وهم اتهموني إنه أنا غير راغبة للتفتيش، وأنا مع التفتيش بس إنه أنا أفتش بحسب حالتي الصحية، لأنه ما يعني يفتشوني وأنا جالسة على الكرسي، لأني أنا ما رح أقدر أقوم من دون كرسي. أنت حابة أصلاً إنك تعدي من جهاز بالكرسي، صحيح؟ ايوه. طيب تواصل معك رئيس الطيران المدني يا غلا، كيف متفائل الان؟ نعم متفائل، وانا ان شاء الله ينحل هذا الموضوع، لانه كذا مره اصور نفس الفيديو او زيك، لانه هذا مو اول مره تصير معي هذه المشكله، هذه يمكن ثالث مره او رابع مره، ولكن هم يتفاعلون ولا شفت شيء لحد الآن، وإن شاء الله هالمرة تكون في شيء وتفاعل جيد واهتمام بهذا الموضوع كثير، لأنه هذا نحتاجه. كل مطارات العالم موجودة هذا الجهاز، ليش مطار الجوف هذا الجهاز مو موجود؟ هذا أساسا حق من حقوقنا. صحيح. طب يا غلا الآن أنت بتنشري فيديوهات وبتتكلمي وأنت نشطة في الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أنت يا غلا خلال إن شاء الله السنوات الجاية كده في المستقبل إيش حابة تدرسي؟ إيش حابة تتخصصي في الشغل؟ إن شاء الله أنا قاعدة أفكر أنه أصير علم نفس، وهذا يعني كالحين، بس ممكن يعني يتغير طموحي أو يتغير طموحي الدراسي بالسنوات القادمة إن شاء الله. بس ليش علم نفس يا غلا؟ علم نفس لأنه أنا أحب أساعد الناس، وأحب أنه الناس يعني أحب أساعد الناس عشان كذا. طب سريعا يا غلا، إيش هدفك أنت من خلال حملتك اللي هي أنت بتوصلي صوت ذوي الاحتياجات الخاصة، إيش رسالتك؟ رسالتي انه حنا لنا حقوق، وبعض الحقوق هذه هذه الحقوق لازم تكون موجودة. احد الحقوق حقوق التعليم، حقوق الصحة، حقوق ان المجتمع يكون مهيئ ويكون صديق لنا، صديق لذوي الإعاقة.
إن شاء الله يا غلا، وإن شاء الله تنجحي في إيصال رسالتك هذه، وإن شاء الله المرة الجاية تنورينا في الاستوديو في دبي، مش كده تكوني يعني عبر خلينا نقول الأقمار بس، خلينا أو الساتلايت يعني، نشوفك المرة الجاية في دبي. كانت معنا سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الإعاقة السعودية غلا الخالدي، شكرا لك يا غلا. ننتقل إلى الرياض حيث ينضم إلينا من هناك المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله الخريف. أهلا فيك معنا يا عبد الله. يعني سمعنا الآن كلام غلا، كلام صراحة يعني موجع، هي بتقول إحنا لنا حقوق، ليش هذا الجهاز متوفر في كل مطارات الدنيا إلا عندنا؟ أهلا، أسعد الله مساك سارة والأخوة المشاهدين وأختنا العزيزة غلا. الحقيقة هو الموضوع هذا يعني يمكن تطرق لجزئيتين مهمة جدا. الجزء الأول إنه موضوع الأمني هو يعد يعني شيء مهم جدا، خط أحمر. دور الهيئة فيه هو تحسين أو تسهيل الاحتياجات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، تدخل أيضا جهات أمنية أخرى أيضا في موضوع التفتيش وإجراءات التفتيش. الهيئة الحين تعمل إن شاء الله بالتعاون مع هذه الجهات العاملة في المطار على إيجاد آلية معينة تحسن فيها تجربة المسافرين بالذات من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص بطرق التفتيش وكيف وضع آلية للتفتيش الأمني، تحفظ حقوقهم أيضا في نفس الوقت تضمن سلامة الإجراءات الأمنية. عموما الهيئة أيضا أطلقت في وقت سابق دليل السفر ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه تعرف على حقوقك. بس عبد الله يعني أنت بتقول إنه إن شاء الله رح تعملوا على هذا الشيء، مش المفروض أصلاً تكون المطارات مجهزة لهذا الشيء أصلاً؟ ولما تقول إنه حتعملوا عليه يعني قد إيش لازم تقعد غلا وغير غلا يعني ينتظروا؟ لا، هو الإجراءات الأمنية الآن بالذات ما يتعلق بتفتيش ذوي الاحتياجات الخاصة موجودة وتطبق، وفي عدد مسافرين كثير جداً يعني الإحصائيات العام الماضي أكثر من 84 مليون مسافر، فيه نسبة كبيرة جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعض تعرف ذوي الاحتياجات الخاصة ظروفهم تختلف، يمكن غلا بعض المسافرين لهم طريقة تعامل عن طريق الأجهزة والعربات الخاصة بهم. الجهات الأمنية هي تتولى عملية التفتيش في المطارات بالدرجة الأولى، ولذلك هم المعنيين بهذه الإجراءات وعليتها. دور الهيئة كون هذه الجهات الأمنية تعمل تحت مظلة المطار، نحن نحاول نساعد معهم نسهل هذه الإجراءات، نطلع معهم إن شاء الله بأفكار ويعني لتحسين هذه التجربة، لكن ليست هي كلها موضوع الجهات الأمنية، هي مرتبطة بجهات أمنية أخرى غير الهيئة. ايه اوكي، طب مرتبطه بجهات امنيه اخرى، بس برضو يعني انت بتعترف يا عبد الله انه في تقصير وانكم انتم لازم تعالجوا هذه الجزئيه، صحيح؟ بلا شك طبعا، ومعالي الرئيس ايضا اشار لها امس في تغريدته اللي يعتذر فيها الى الاخت غلا، وفعلا الخدمات ذوي الاحتياجات الخاصه لا تزال اقل من الطموح، وفي عمل إن شاء الله كبير لها لتحسين هذه الخدمات المقدمة لهم. نعم، المطارات الجديدة الآن مثلا زي مطار جدة، هل حتكون مجهزة وصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا؟ إن شاء الله، وأيضا موجودة حتى في الصالة الخمسة أيضا في الرياض. المطارات الجديدة تعرفين أنه الخدمات يعني يتم وضعها في التصميم الأساسية في المطار، وبإذن الله إن شاء الله أيضا بقية المطارات أو المشاريع القادمة للمطارات في المملكة. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا عبد الله الخريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.